لا ما اخش على الانفراد بقى، خش على الانفراد اللي معانا بقى. مصطفى محمد لما حصل الكلام دوت بعت رسالة إلى كل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك واللجنة التنفيذية، مستشار عماد عبد العزيز، المستشار هشام إبراهيم، المستشار سامي صبحي، الثلاثة المستشارين الأجلاء دكتور حسين السمري، إبراهيم عبد الله، كل الناس. اسمع مصطفى محمد قال إيه هو كمان إلى رئيس نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك الشريفة: أنا في ظهر نادي الزمالك ضد أي تصريحات تقلل من شأن نادي الزمالك أو مجلس إدارته المحترم، وأنا أول واحد أرفض هذا العرض المصحوب باتهامات ضد مجلس الإدارة أو أي شخص في نادي الزمالك العظيم، وأنا أرفض التعاقد مع نادي سانت تيان في ظل وجود الإدارة الحالية حتى لو هاخد ملايين الدولارات. بعد صدور تلك الاتهامات الكاذبة لمجلس إدارة نادينا والزمالك فوق الجميع، تقولوا إيه؟ تقولوا إيه؟ أنا هسيب لكم أنتوا رد، أنا هسيب لكم أنتوا رد، إنما أنا هقول له حبيبي يا ابني، هقول له تسلم البطن اللي جابتك، هقول له انت ابن من ابناء نادي الزمالك المخلصين، هقول له فوق دماغنا يا درش، هقول له انت خدت عشرات الملايين من جمهور نادي الزمالك العظيم بالحضن مرة واحدة. يعني الواحد لما يجي ياخد بالحضن ممكن ياخد واحد بالحضن، اتنين حضن لما يبقى كبير كده وصدره واسع عشان ممكن يحضن ثلاثة مثلا، انما يحضن عشرات الملايين دي ازاي؟ عمرها ما حصلت. النهارده حصلت ازاي؟ بالرساله اللي بعتها مصطفى محمد على الواتساب لكل اعضاء لجنه اداره نادي الزمالك، واللي بتشرف ان انا اكون اول من يعلنها، اول من يعلنها واول من ينشرها، تمام؟ زي ما الحمد لله رب العالمين الفتره اللي فاتت ديت احنا منفردين مع حضراتكم بحاجات في غايه الاهميه وفي غايه الايه الخطوره، والناس بقى بعد كده بالباقي بياخد مننا ورانا. الحمد لله رب العالمين، احنا اللي سايقين دلوقتي والباقي بياخد من ورانا، من فضل الله سبحانه وتعالى. من فضل الله سبحانه وتعالى. اقراها لكم تاني رساله. هقراها لكم تاني الرساله. مصطفى محمد بيبعت رساله لجميع اعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، الثلاثة المستشارين ومعاهم المكتب التنفيذي، الناس المحترمين كلهم الأعزاء الأجلاء، بينتصر لناديه، بينتصر للحق، بيرفض إن تتم الإساءة لناديه، بيعمل موقف هيفضل في التاريخ. مصطفى محمد بيقول لهم إلى رئيس نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك الشريفة: أنا في ظهر نادي الزمالك ضد أي تصريحات تقلل من شأن نادي الزمالك أو مجلس إدارته المحترم، وأنا أول واحد أرفض هذا العرض المصحوب باتهامات ضد مجلس الإدارة أو أي شخص في نادي الزمالك العظيم، وأنا أرفض التعاقد مع نادي سانت تيان في ظل وجود الإدارة الحالية حتى لو هاخد ملايين الدولارات، بعد صدور تلك الاتهامات الكاذبة لمجلس إدارة نادينا والزمالك فوق الجميع. ده وإن دل على شيء فإنما يدل على إن معدن الرجال بيبان في الأوقات الصعبة. يا مصطفى محمد الفترة اللي فاتت ديت كلها بعض ضعافي، يعني النفوس ابتدوا يشككوا في بعض الكلام اللي طلع من هنا ومن هنا شوية ضغوط. شاب صغير مصطفى محمد، شاب صغير في السن،
لعيب كويس قدامه، لسه المستقبل طويل. قدامه محمد صلاح نموذج كبير جدا، نفسه مثل اعلى تاكيد يعني، تاكيد يعني في الاحتراف، عاوز ياخد تجربه الاحتراف، عاوز يكبر، عاوز يعمل لنفسه اسم، عاوز يعمل لنفسه عاوز يعمل لنفسه اسم، عاوز يعمل لنفسه تاريخ، عاوز تجربه، بيبحث عن الماده، مش عيب ولا حرام. عارف طبعا ان بعد الكوره وهي فتره زمنيه يقدر يامن نفسه وهو الى اخره. فكان وضع طبيعي الفتره اللي فاتت ان هو يضغط علشان يطلع يحترف، وضع طبيعي زيه زي بقيه اللعيبه، زي عشرات اللعيبه، مش اول ولا اخر ايه لعيب يعني، فوضع طبيعي يعني. غلط ممكن في بعض التصرفات لسه صغير، ما غلطش في بعض التصرفات برضه لسه صغير، مفيش مشكله. انما لما اتحطت العقده في المنشار معدنه بان، لما اتحطت العقده في المنشار، لما ناديه بقى اللي هو بيته واللي هو اتربى فيه وكبر فيه و الى اخره، لما جه في مواجهه واتهامات بالباطل لناس بريئه موجوده، تمام، لا طلع انتصر لناديه مضحيا بعشرات الملايين. منين؟ من الدولار، من الدولارات. فمعدنه زي ما انا بقول لحضراتكم بان في الموقف دوت، واعتقد يعني ان بالموقف دوت زي ما انا قلت لحضراتكم كده التعبير ده، هو حضن عشرات الملايين من جمهور نادي الزمالك فجأة كده، فجأة. تمام ولا مش تمام؟ تمام، كل الشكر والتقدير ليك يا درش. على اللي انت عملته. المستشار طارق حشيش المستشار المالي لمجلس اداره نادي الزمالك كان له برضه تعقيب على صفحته الشخصيه على فيسبوك. قال احتراف اللاعب مصطفى محمد، واولا واخيرا فان موقف نادي الزمالك ثابت من اول يوم على المبلغ المطلوب مقابل انتقال اللاعب ورفض التأصيل بشكل قاطع، وكل ذلك ثابت ومتوثق رسميا. المشكلة ان يعني ان اللاعب يعني هو والوكيل بتاعه كانوا عاوزين يطلعوا زي ما انا قلت كده، المبلغ المعروض كان هزيل جدا، 2.5 مليون دولار، وده يعتبر رقم هزيل جدا بالنسبة لنادي الزمالك وبالنسبة للقيمة السوقية للاعب. يمكن المشكلة من وجهة نظري ان المسؤولين حاولوا يحتووا اللاعب كتير علشان ضمان استقرار الفريق، لكن النادي كان ثابت على موقفه وارقامه من اول يوم رسميا، وهذه شهاده لازم نشيد بيها للمجلس. وسانت تيان، سانت تيان قدم اكتر من 4 عروض بطريقه تدل انهم مهزوزين، انهم مهزوزين ومش ثابتين على كلامهم، وقد يكون هناك نيه او خطه لديهم لاعاده بيع اللاعب مره اخرى بمجرد انتقاله. واضح انهم ليس لديهم العباءة المالية لشراء، او الملاءة يعني المالية لشراء اللاعب كاش، لكن ادارة الزمالك ثابتة وما غيرتش موقفها وكلمتها من اول يوم. يتبقى الاعلام اللي حاول يضغط، واعتقد ان ده له مصلحة شخصية مباشرة للضغط على النادي، وكله هيبان قريب. ده فيما يخص ده فيما يخص التوضيح بتاع طارق حشيش المستشار الايه؟ المستشار المالي لنادي الايه؟ لنادي الزمالك. تمام.